جمعية آمال لتربية الأيتام بالسور تزرع الفرحة من جديد بتوزيع 500 طرد غذائي متكامل لصالح أيتام ولاية تيرت وبعض أيتام بلدية الجهة الشمالية لولاية الأغواط، واستفادت كذلك عائلات معوزة من أصحاب الدخل اليومي، فهي عملية تغذية وتوعية عن فيروس كورونا في آن واحد. جراء هذا الوباء الخطير الذي أصاب البشرية جمعاء والجزائر بصفة خاصة، سطرت الجمعية الولائية الأمان لرعاية وتربية الأيتام برنامجا تضامنيا تمثلك عملية أولية تحت شعار ألزم بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك، 500 طرد غذائي و1600 كيس فرينة نتاع 25 كيلو. ومست العملية بعض بلديات ولاية تيارت وبعض بلدية الجهة الشمالية لولاية الأغواط. العملية شهدت كذلك توزيع مادة الفرينة، واستحسن بعض القائمين على العملية بالبلديات المستفيدة الفكرة. نشكر جمعية أمال لرعاية الأيتام بلدية سوقر ولاية تيرت على تقديمها مساعدات مادية وغذائية تمثل في مادة الفرينة وبعض المواد الغذائية، ونشكرها دائما على أنها قائمة بالواجب في جميع وخاصة في هذا الظرف اللي احنا تمر به البلاد. إيصال الطرد الغذائي إلى البيت تحت شعار إلزم بيتك دعما لمجهودات الدولة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.